الآن الشيخ ذكرنا الأول الشيخ الأمين الشنقيطي الثاني رحمه الله. ما ذكرنا ما قرأ ما كيف كانت القراءة على الشيخ الأمين ما عرفنا. نعم هذا نعم كانت قراءتي على الشيخ أولا وجدت الشيخ يفسر تفسيره كنت أستمع إليه رأيت نعم. وأما أخذ درس خاص فهذا كان في مراكز سعود مع بعض الطلبة هكذا نعم. الشراكة وكذا رأيت وكنت هذا كان أكبر شيء في الأخذ منه تفسيره وتتبعه في هذا وسؤاله عما يشكل سواء كان في أي فن سواء في العربية أو في الأصول أو في ما أشبه ذلك للفنون فأستفسر وقد أقيد تقييدات كذا ليس بذا لا تقييد لا بأس به لكن الأصول في بالذات والتفسير من حيث الجملة هذا مما يقال قد استمعت إليه فيه ولا لا سيما الأصول نعم الأصول لأنه كان درس خاص نعم نعم فتستفيد أكثر من الدرس نعم. الخاص نعم نعم. نعم نعم كيف كان استحضار شيخنا استحضاره للشرح نحن لم نسمع يعني إلا مقطعا صغيرا له استحضار للشيخ للشرح استحضار عجيب لأن الشيخ كما سبقا قلت لكم في فتواه هذه ارتجالا كما يقال دون عيادات وهذا لا يكون إلا لمن حفظ هذه العلوم حفظا وإذا احتاج إلى إخراجه وإحضاره أو إحضار هذه إحضارها يخرجه كل إذا احتاج إليه فكان استثار لهذه المعلومات أو لهذه العلوم أمرا عجيبا وليس في فن واحد في الفنون المختلفة فيسرده سردا إما في أبيات أو في غير أبيات أو في نصوص وهكذا يسرده سردا هكذا ما شاء الله رأيت وهكذا بالنسبة هذا السرد لهذه المعلومات تجده مع هذا الشيخ أيضا الشيخ أحمد الشيخ الثالث إلا أن الشيخ الثالث هو أحمد ننتقل فيه الشيخ أي نعم ننتقل للشيخ الثالث أي نعم دقيقة واحدة